سلام شبيبة، شنو حويكم؟ لبس عليكم. المهم انا ندورو في سوق الخردة، سوق المستعمل هذا متاع برلين، فهمتني؟ حبيت نوريكم حاجة على الطاير. القانون في ألمانيا كيفاش، القانون كيفاش رام صعاب ياسر. هنا هك شوف، هنا بيعوا سوق الخردة، سوق المستعمل، شفت؟ هذا كله معناتها حاجات مستعملة، أما فما ناس يبيعوا في جديد، فهمت ولا؟ يمشي يشري هذا، هك تشوف كله مستعمل، ها مستعمل خردة كالفازيت هكا، اللي عنده حاجة في الدار يحب يبيعها، اللي يلمد حاجات شوية حاجات يحب يبيعهم، هاك تشوفوا. هاي ماكينة خياطة. أنا ديما كل حد نجي ندور لهنا. المهم فجأة ما كنتش نعرف هالحاجة، هذوما يبيعوا في جديد، شفتوا هذا كل يبيعوا في جديد. فجأة هبطت عليهم الديوانة ولا الحاكم ولا شو اسمه، فهمت؟ اوكي، هربوا الكل اللي كانوا يخدموا، هربوا. علاش؟ خاطر معناتها كيما نقولوا ياخذوا في اللكحه اللي يبيعوا في اللكحه، كل شيء ياخذوه من غير لا شركه لا ضرائب لا حتى شيء، معناها فهمت؟ كل شيء جديد هنا. وش ايش تو تو اوكي، شموها كيما نقولوا، فهمت؟ اوكي، شمعوها. واللي كانوا يخدموا هربوا، ما فماش جاي يسال عليهم وينهم وينهم، ما فماش فما حد. هما ولاد عرب الساعة، شفتهم معناها فهمت، يهربوا يسلموا في السلعة احسن من اللي خاطر باش تتكلف لهم غالي، باش تلقاهم يبيعوا من غير لا شركة لا يدفعوا في الضرائب لا حتى شيء، باش تكلف لهم غالي. اوكي، ديجا جابوا كل واحدة وبداو يمشي يهزوا معناها، هاك شفت شموها. هذه اي نصبة في سوق الخردة معناها، اما هم يبيعوا في جديد، هما كل شيء كمتاع الشنو عرفته، ياخذوه من غير لا فاتورة لا حتى شيء ويبيعوا. اخي هبطوا عليهم، هو سوق خردة، سوق مستعمل هو اسمه، فهمت؟ اسمه فلو ماركت، ولاو يبيعوا برشا فيه في جديد، أما لازمك خويا فاتورة. هاك تشوف اللعب، لا اللعب لا ما يفدلكوش. كلهم سيفيل معناها، جاوهم لابسين لبسة عادية، هربوا اللي كانوا يخدموا كل هربوا. هاي هذه فكرة على الطاير، أنا وريناها لكم الأولاد، وجاو للخضار هذا عملوا له شوية تصاور. حاسيلو بلاد قانون، قانون ما يرحموش، الرحمة لا. ولو حايد هذا ما ياخو فريجيدير باش يروح بيه للبلاد، بالساعة ياخو يعبي في كاميون يبعثهم لافريك. هاي السلام عليكم الولاد، كنتم مع قيس في سوق المستعمل.